مع تواصل احتفال المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، شارك رجال شرطة المواطنين الاحتفال بالعيد وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم. بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وحرصا من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على التواصل مع المواطنين والاحتفال معهم بكافة المناسبات، فقد قام رجال الشرطة بتوزيع باقات من الورود على المواطنين من المارة وقائد المركبات في الشوارع والميادين وأماكن الخدمات والارتكازات الأمنية على مستوى الجمهورية. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. ربنا يحميكم ويحفظكم لأن أنتوا بتعملوا عمل عظيم لينا وللبلد. كل سنة طيبين وإن شاء الله يكون عيد سعيد علينا. كل سنة وأنتوا طيبين وتحيا مصر وربنا يخليكوا لينا. كل سنة وأنتوا طيبين. الله الله المصريين لما يحبوها. تحيا مصر. تحيا مصر. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا السيسي. كل سنة وانتوا طيبين. بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال والتوفيق الوعد، واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرد. يا بلادي روحي فدا ليكي، أقدم حضارات كانت فيكي. صوم طيبين وعيد سعيد علينا وعليك. بشكر الضباط اللي هم وقفونا وقالوا لنا كل سنة طيبين، وهم دايما في الشارع متعاونين معانا وحاسين بالأمان معاهم. تبادل رجال الشرطة والمواطنين التهنئة بالعيد مع حرص المواطنين على التأكيد على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع الوطن، متمنين لهم مزيدا من النجاح في أداء رسالتهم الأمنية. شرطة بجد يعني أمن وأمان للشعب المصري. وزارة الداخلية بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يكرمكم ويقويكم. بشكرهم كلهم كل الشكر، وموفرين لنا الأمان وكل حاجة حلوة في الحياة. كل سنة وانت طيب، وكل مصر كلها بخير، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرد. مصر بخير والله. ربنا يخليكوا سهرك طيب. مصر ام الدنيا. كل سنة وانت طيب. تحيا مصر والله.